مهرجان العالمين اهتم في نسخته التانية بالألعاب الرياضية، والحقيقة احنا تابعنا ده على مدار حلقاتنا المختلفة. شفنا منافسات في الكرة الشاطئية، شفنا كمان مباريات ودية بتتعامل في كرة القدم وغيرها من الألعاب والرياضات. كمان كرة السلة كان في اهتمام كبير بيها، وكان في مباريات وبطولات شارك فيها 8 فرق رجال و4 فرق سيدات، وده كان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة. خلونا نتعرف أكتر في التقرير التالي. مدينة العالمين الجديدة مش بس بقت الوجهة السياحية المهمة، لكن بقت الوجهة الرياضية اللي بتستضيف عدد كبير من المباريات والألعاب الرياضية بمشاركة الاتحادات الرياضية المصرية، وده اللي شفناه من بداية مهرجان العالمين الجديدة، ولسه مستمر معانا بمباريات كرة السلة بين فريق الرجال وفريق السيدات التابعين لمنطقة القاهرة لكرة السلة تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة ووزارة الشباب والرياضة. 8 فرق للرجال و4 فرق للسيدات، وفي فرقتين من السودان. تعالوا بينا نشوف الأجواء عاملة ازاي والمنافسة بين الشباب والبنات في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. يلا بينا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من سيادة العميد وائل عبد الحي المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة السلة، ويقول لنا أكتر بقى استعداداتهم ووجودهم طبعا في مهرجان العالمين الجديدة. برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بيك في مدينة العالمين، وقول لي الأول الفكرة جات لكم إزاي أنكم تكونوا موجودين؟ طبعا هو نشاط سنوي ليكم، قول لي الفكرة بقى جات إزاي أنكم تكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة، وأن المباريات النهائية تتلعب ضمن فعاليات مهرجان العالمين. والله ده الاول مساء الخير، منورنا طبعا في الايفنت بتاعنا. من اول ما بداوا يعملوا الملعب في المنطقه الجميله ديت، والفكره جت لمجلس اداره المنطقه بتنفيذ فعاليه من فعاليات النشاط عندنا، نشاط كبير جدا، فاخترنا اكبر سن موجود في الفعاليه اللي هو الدرجه الاولى رجال وسيدات، وقلنا لازم نعمله في ان شاء الله في العالمين. وفعلا الفكره جت اول ما بدا التنفيذ على طول نفذناها في التاريخ اللي احنا اتفقنا مع المتحده ومع ايفنتس بلس. قبل ما اتكلم بقى عن الفرق المشاركه، عايز اعرف بقى انطباعك ورايك عن الاجواء في مدينه العالمين الجديده، واكيد يعني انتوا لعبتوا انشطه كتير قبل كده، بس هل مميز ان انتوا تلعبوا هنا في الاجواء الجميله في مدينه؟ صدقني الاجواء ديت لازم يتعمل فيها ايفنت عالمي، لازم يتعمل فيها بطوله افريقيه، بطوله كبيره جدا، لان المكان هنا مكان جميل جدا وقربه من البحر، وقربه من البحر وكده، والمكان الجميل دوت حاجه تحفه يعني حقيقه. بلعب باسكت مثلا بقالي 10 سنين، بس بطلت يعني لظروف الكلية وكده، فالبطولات الصيفية بتبقى فرصة بالنسبة لي ان انا يعني اعمل اللي انا كنت بحبه لمدة 10 سنين وكده. وصراحة اللعبة على البحر تحفة، يعني يكفي بس منظر البحر، بنخرج خسرانين بس تمام احنا شايفين البحر بس، والملعب حلو والاجواء جميلة والحكام والتنظيم، فيعني انا شايفة انه اليوم لغاية دلوقتي ماشية حلوة قوي. يعني جيت على مصر الزيارة تقريبا، وصلي تقريبا 3 سنين ونص هون، بدرب باسكت وبلعب باسكت، ولعبت مع اكثر من تيم هون. ايدك مع الباسكت كانت من عمري 8 سنين بسوريا، كنت اتمرن هنيك كثير، وكان عندنا اكاديمي وبتطورت وماتشات ومنتخبات ويعني كثير شغلات حلوه. رايك في الاجواء هنا وانك تلعبي الباسكت بول في مدينه العالمين؟ كثير حلو بصراحه، وتفاجات من الفيو، يعني كل شيء مرتب وكل شيء حلو. الاجواء ما تتوصفش، يعني هو احنا على البحر بنلعب باسكت، فدي حاجة بتحصل في أمريكا في ميامي، لكن في مصر لا، دي حاجة جديدة يعني، فالأجواء لا يعني جميلة، والإبراج ورانا وإحنا قاعدين نلعب، ف يعني من هنا في بحر من هنا في إبراج، فمن كل حتة في مناظر جميلة. مميز عن أي مكان لعبت فيه؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، أصل أغلب الأماكن تبقى يا إما صالة مغطاة يا إما ملعب في نادي، لكن ده على البحر فده حاجة تانية خالص. الواحد حاسس إن هو في دولة أوروبية يعني، وما شاء الله، فده تقدم يعني حاجة، والله أنا سوداني وحاسس بالفخر بجد يعني. هو بصراحة إن أنت تلعب أصلا البحر وراك دي حاجة لوحدها يعني، لأ مختلفة وحلوة أوي.
لما تحب بقى هترجعي تقولي ايه لاصحابك عن مدينه العالمين؟ لا بصراحه اقول ان احنا كلنا نروح نلعب ثاني عشان هي لذيذه قوي، بالذات ان احنا مع صحابنا كلنا وكده. طبعا التحكيم هنا في الاجواء دي اكيد مختلف، وفي الثلاثة على ثلاثة كمان مختلف، وفي الاجواء الجميله دي اكيد التحكيم بيبقى احسن بكتير من الاجواء اللي بتبقى صعبه يعني. هنا احسن الموضوع بيبقى فاني شويه، بيبقى افضل للناس كلها وكمان للحكام، بيبقوا كمان اللعيبه اهدى. اتكلمنا عن لجنه الحكام بقى وتواجدها في مباريات السله والادوار طبعا اللي بتقوم. احنا طبعا بنعين الحكام وبنتابعهم، وبنحاول ان احنا نعد اجيال جديده تبقى موجوده، وبنحاول ان احنا نتابع الحكام على طول عشان نبقى ابديت لاي حدث. لعبه كره السله لعبه سريعه والتحكيم فيها بيتطور على طول، فاحنا بنحاول نكون موجودين على طول معاهم.